الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي القص المحترم ركن الدين أو كما يفضل هو أن يدعى ركني هنري بيو القس سهاجي القساوسة الموقرون من مختلف كنائس بومبي أساتذتي وأخواني وأخواتي أرحب بكم جميعا بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل الخوض في الموضوع أود أن أوضح مكانة عيسى عليه السلام في الإسلام ان الاسلام هو الديانه غير المسيحيه الوحيده التي تجعل الايمان بعيسى عليه السلام ركنا من اركان الايمان لا يكون المسلم مسلما حقا ان لم يؤمن بعيسى عليه السلام نحن نؤمن بانه كان من اولي العزم من الرسل نحن نؤمن انه المسيح ونؤمن ان مولده كان معجزه بلا وجود اب وهو أمر لا يصدقه كثير من المسيحيين اليوم، ونؤمن أنه أحيا الموتى بإذن الله، وأنه أبرأ الأكمه والأبرص بإذن الله، قد يسأل سائل: ما دام المسلمون والمسيحيون يحبون ويوقرون المسيح عليه السلام، فأين مكمن الخلاف؟ إن نقطة الخلاف الرئيسية بين الإسلام والمسيحية هي اصرار المسيحيين على تأليه المسيح عليه السلام، وزعمهم انه صلب ومات ليمحو خطايا البشر. إن موضوع حوار اليوم، إن كنتم قد نسيتم، هو هل صلب المسيح حقا؟ ونظرا لأننا جميعا مسلمين ومسيحيين نؤمن بالمسيح عليه السلام، فمن واجبنا أن نقدم لكم رأي الفريقين. فيما يتعلق براي الاسلام فنحن نؤمن بان اصدق الكتب المقدسه المرسله من عند الله هو القران الكريم وقد بدات حواري بايه من القران الكريم من صوره النساء رقم اربعه ايه مئه سبعه وخمسين وهي تقدم المنظور الاسلامي او راي الاسلام في موضوع حوار اليوم هل صلب المسيح حقا وبما ان القس ركني مبشر مسيحي عربي والعربيه هي لغته الام فلا احتاج الى ترجمه وشرح الايه التي ذكرتها في بدايه حديثي له لتوضيح راي الاسلام لكن بما ان العربيه ليست لغه اغلب الحضور فسأشرح الآية 157 من سورة النساء رقم أربعة، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شُبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم، إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا. الايه واضحه ليس لبس فيها تفصل الامر تماما فوجهه نظر الاسلام هي وما قتلوه وما صلبوه وما قتلوه يقينا لن تجد كلاما اوضح ولا اكثر تحديدا ولا ابعد ما يكون عن الغموض من كلام القران في هذه الايه التي تقول انه لم يقتل اذن إذا ختمت محاضرة الآن دون التعليق أو الرد على ما قاله على ما قاله القس ركني حول وجهة النظر المسيحية فسنكون قد تعادلنا فالمسلمون يؤمنون وفقا لما ورد في القرآن أن المسيح عيسى عليه السلام لم يصلب والمسيحيون يؤمنون وفقا لفهمهم لما ورد في الكتاب المقدس أن المسيح صلب، وبذلك نكون قد تعادلنا، لكنني لن أختم محاضرتي الآن بل سأثبت، سأثبت من الكتاب المقدس نفسه الذي يؤمن به المسيحيون أنه كلام الرب، أن المسيح عيسى عليه السلام لم يصلب حقا. دعوني أوضح أولا أننا كمسلمين لا نعتبر الكتاب المقدس كلام الإله. قد يحتوي الكتاب المقدس على بعض الاجزاء التي تعتبر كلام الاله لكنه يضم ايضا كلام الانبياء والمؤرخين ويضم بعض الامور غير المعقوله والعبارات المشينه التي لو دفع لي روبية لاقراها لم اكن لاقراها ايات مشينه واصحاحات مشينه كما ايضا يضم الكثير من المتناقضات ومع عدم تصديقي ان الكتاب المقدس هو كلام الاله فانني ساثبت من الكتاب المقدس ان المسيح عيسى عليه السلام لم يصلب وذلك لان القصه رقني وكثيرا من المسيحيين يؤمنون انه كلام الاله لذا ساثبت لهم ذلك من المرجع الذي يؤمنون به يقول القران في سوره البقره رقم اثنين ايه مئه عشر وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نَصَارَى، اي ان اليهود والنصارى يقولون للمسلمين انهم لن يدخلوا الجنه بالرغم من تقواكم وصلاحكم كما قال القص ركني إن كل الأعمال الصالحة لن تخلصكم هذا ما قاله القص في محاضرته أخبرنا أن الأعمال الصالحة لا نفع منها سواء كانت زكاة أو حجا أو صلاة فلن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا أو نصراني يقول الله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يأمر الله أن نطلب منهم تقديم دليلهم. إذا أثبت بالدليل من القرآن أن المسيح لم يصلب. فلن يصدق المسيحيون أن القرآن كلام الإله. لذا يجب علينا أن نطلب منهم تقديم الدليل قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقد قدم المسيحيون الكتاب المقدس برهانهم لاثبات ذلك دعونا نحلل ما ورد في الكتاب المقدس وقد نشر الكتاب المقدس بما لا يقل عن الفي لغه مختلفه حول العالم فلنحلل بالاستناد على الكتاب المقدس ان كان المسيح قد صلب ام لا وسنتقبل النتيجه التي اتوصل اليها بالاستناد على كلام الكتاب المقدس مهما كانت ولا داعي ان تكون بالضروره وجهه النظر الاسلاميه دعوني اذكركم ان النتيجه التي سنتوصل اليها لا يجب بالضروره ان تكون النظره الاسلاميه اوضحت منذ البدايه النظره الاسلاميه الواردة في سورة النساء رقم أربعة آية مئة وخمسين وما قتلوه وما صلبوه إنها قاطعة موضوعنا اليوم هو هل صلب المسيح حقا؟ ما معنى كلمة صلب بالإنجليزية؟ مذكور في قاموس إكسفورد أن معنى كلمة صلب هو القتل بالتثبيت في صليب وفي قاموس ويبستر تعني القتل بالتثبيت بالمسامير أو الربط في صليب، أي أن الصلب يعني موت الشخص على الصليب، وإذا لم يمت فإنه لم يصلب. ما معنى كلمة قيامة بالإنجليزية؟ مذكور في قاموس إكسفورد أنها عملية أو واقعة القيام من الموت. وكلمه القيامه المعرفه تشير الى من الموت وبناء على ما ورد في قاموس ويبستار فان كلمه قيامه تعني عمليه القيام من الموت والقيامه هي قيام المسيح بعد موته ودفنه اي ان قيام المسيح يستلزم ان يكون قد مات في البدايه واذا لم يمت فلن يقوم حاولوا أن تفهموا هذين المفهومين جيدا يقول المسيح كما ورد في كتاب متى الإصحاح تسعة الآيتين رقمي ستة عشر وسبعة عشر إن الشخص يمكنه الخلاص باتباع القوانين والوصايا لكن وفقا لما قاله بولس الرسول فإن القوانين والوصايا مثمره في الصليب كما ردد القص الكلمة كثيرا كما ورد في رسالة بولس إلى أهل كلوسي الإصحاح الثانية رقم أربعة عشر ويقول بولس إن بلوغ الخلاص يكون بالإيمان بموت المسيح وبعثه ويستشهد بالعهد الجديد في رسالته الأولى إلى أهل كورونيثوس الاصحاح الخامس عشر رقم اربعه عشر انا اخبركم بالمرجع حتى لا تظنوا انني اخدعكم فانا افضل تقديم المراجع اما اذا قلت ان امرا ما ورد في الكتاب المقدس او في العهد الجديد فكيف ستعثرون عليه بين الاف هذه الصفحات فأنا أخبركم بالأرقام لأسهل عليكم الوصول. يقول بولس الرسول في رسالته الأولى إلى أهل كورنوثوس الإصحاح الخامس عشر رقم أربعة عشر وإن لم يكن المسيح قد قام فباطلة قرازتنا وباطل أيضا إيمانكم وكما قال القس. فان كل اعمالكم الصالحه وصدقاتكم بدون الايمان بموت المسيح لمحو خطاياكم لا نفع من ورائها لكن ثمة مرجعا يشير اليه المبشرون المسيحيون اذ ورد في سفر اشعياء الاصحاح الرابع والستين رقم سته ما يلي وقد صرنا كلنا كنجس وكثوب عدة كل أعمال برنا أي أنك إذا لم تؤمن بأن المسيح عيسى عليه السلام مات على الصليب لمحو خطايا البشرية فإن كل أعمالكم الصالحة بمثابة ثوب نجس كذلك كما قال القس كذلك قال القس أمرا لم أكن لأقوله قط وهو أن الكتاب المقدس بلا واقعة الصلب ليس له قيمة. وقال إذا استبعدنا واقعة الصلب من العقيدة المسيحية فلن يكون هناك عقيدة. وأنا أتفق معه في ذلك. كذلك أوضح القص أنه حضر إلى الهند وأمضى فيها أكثر من عشرين عاماً وأنه لم يدرك رسالة المسيحية إلا عندما حضر إلى الهند. ففي السابق كان مسيحيا عاديا لكنه أصبح مسيحيا ملتزما بعد احتكاكه بالمسلمين هنا أود أن أخبره أنني التقيت بمسيحي عربي واحد فقط قبل أن ألتقي وحدث ذلك في جدة حيث التقيت مسيحيا من سوريا وبفضل الله بعد أن سمع محاضرتي دخل في الاسلام وهذه هي المره الثانيه في حياتي التقي فيها مسيحيا عربيا وانا ادعو الله واطلب عونه ان يمن عليك بالهدايه وبما انك استقيت تعاليم المسيحيه من الهنود فستعود بمساعدتهم الى فطره الاسلام التي يولد كل مولود عليها أدعو الله بعد هذه المحاضرة أو بعد النقاش أن تعود بإذن الله إلى العقيدة الإسلامية بعد أن تدرك عدم حدوث واقعة الصلب وبالتالي فإن العقيدة المسيحية خاطئة وهو ما سأثبته في الوقت المحدد لي إن شاء الله دعونا نرى ما قاله القديس بولس حول القيامة من الموت تحدث بولس عن الأجسام بعد قيامها في نفس الاصحاح الذي قال فيه: ان كان المسيح لم يقم من الموت فايماننا وتبشيرنا ذهب سدى. رسالته الاولى الى اهل كورنيثوس. الاصحاح الخامس نهايه الاصحاح. الاصحاح الخامس عشر نهايه الاصحاح. قال القديس بولس في الايات الثانيه والاربعين والرابعه والاربعين: هكذا ايضا قيامه الاموات يزرع في فساد ويقام في عدم فساد يزرع في هوان ويقام في مجد يزرع في ضعف ويقام في قوه يزرع جسما حيوانيا ويقام جسما روحانيا يوجد جسم حيواني ويوجد جسم روحاني ووفقا لما قاله بولس الرسول القديس فان الاجسام تصبح روحانيه بعد قيامها من الموت وهذا نفس ما قاله سيده ومعلمه المسيح عليه السلام في كتاب لوقا الاصحاح العشرين ارقام سبعه وعشرين الى سته وثلاثين وهي قصه امراه لديها سبعه ازواج ان كنتم تذكرونها ثم حضر اليهود لطرح سؤال على المسيح وكان من عادات اليهود ان تزوج الرجل امراه ومات دون ترك ذريه اخوه الثاني يتزوج زوجه الاخ المتوفي ليقيم نسل اخيه واذا مات الاخ الثاني دون ترك اي ذريه يتزوجها الاخ الثالث وهكذا فجاء السؤال وهو عن امراه تزوجت سبعه اخوه واحدا تلو الاخر وكلهم امتلكوها اي ان الاخوه السبعه تزوجوها جميعا واحدا تلو الاخر ولكن لا مشكله في ذلك والسبب لانه واحدا عقب الاخر ثم ماتت هي الاخرى في النهايه فسالوا المسيح عليه السلام لمن ستكون الزوجه بعد البعث قيامها من الموت وهذا يدل على ان جميع الاخوه والزوجه عند البعث من الموت سيقومون جميعا في وقت واحد من سيحصل عليها حينئذ فقال المسيح في كتاب لوقا الاصحاح العشرين رقمي خمسه وثلاثين وسته وثلاثين ولكن الذين حسبوا اهلا للحصول على ذلك الدهر والقيامة من الأموات لا يزوجون ولا يزوجون إذ لا يستطيعون أن يموتوا أيضا لأنهم مثل الملائكة أي أنهم بعد القيامة من الموت سيصبحون ملائكة الأجساد القائمة من الموت تصبح أجساد روحانية من قال ذلك؟ المسيح قال ذلك في كتاب لوقا الاصحاح العشرين رقم سته وثلاثين وقاله بولس في رسالته الاولى لاهل كورنيثوس الاصحاح الخامس عشر ارقام الثاني والاربعين والرابع والاربعين الكلام واضحا تماما ولا توجد ايه واحده في الكتاب المقدس اي العهد الجديد كله تنص على ان المسيح قام من الموت في الحقيقه اذا قراتم او كنتم تذكرون قصه الصلب المزعومه فستجدون ان حواري المسيح التقوا في الغرفه العليا وجاءهم المسيح عليه السلام وهذا وارد في كتاب لوقا الاصحاح الرابع والعشرين رقم سته وثلاثين وفيما هم يتكلمون بهذا وقف يسوع نفسه في وسطهم وقال لهم سلام لكم والايه التاليه كتاب لوقا الاصحاح الرابع والعشرين رقم سبعه وثلاثين فجزعوا وخافوا وظنوا انهم نظروا روحا دعوني اسالكم لماذا ظن الحواريون ان المسيح عليه السلام روح هل بدا كروح عندما اطرح هذا السؤال على المسيحيين تكون اجابتهم جميعا بالنفي وهم محقون في ذلك فالمسيح عليه السلام لم يبن الصلب المزعومه اذا فلماذا ظنوا انه روحا يعود السبب في ذلك الى انهم سمعوا اشاعه مفادها ان معلمهم وضع على الصليب واشاعه مفادها انه اسلم روحه ومات واشاعه مفادها انه مات ودفن في القبر ثلاثه ايام كلها اشاعات ولماذا هي اشاعات لعدم وجود شاهد عيان ورد في كتاب مرقس الاصحاح الرابع عشر رقم خمسون فتركه الجميع وهربوا في اكثر اوقات العمر حرجا في حياته عندما كان في اشد الحاجه اليهم تركه كل حواريه وهم مئه وهربوا وفقا لما ورد في كتاب مرقس الإصحاح الرابع عشر رقم خمسون فتركه الجميع وهربوا من قال ذلك ليس دكتور ذاكر بل هذا هو الوارد في كتاب مرقس الإصحاح الرابع عشر رقم خمسون جميعهم تركوه إذا ما سمعوه كان من الإشاعات لذلك اعتقدوا وظنوا أنه روح لكن المسيح عليه السلام أراد أن يزيل الشك من نفوسهم كما هو وارد في الآيتين التاليتين في كتاب لوقا الإصحاح الرابع والعشرون رقمي تسعة وثلاثين وأربعين يقول المسيح: انظروا يدي ورجلي إني أنا هو جسوني وانظروا فإن الروح ليس له لحم وعظام كما ترون لي. وحين قال هذا اراهم يديه ورجليه اخبرهم انظروا يدي ورجلي اني انا هو ماذا حدث لكم انه انا سيدكم ومعلمكم المسيح لماذا انتم خائفون المسوني وانظروا الروح ليس لها لحم وعظام ماذا حاول ان يثبت لهم عندما اراهم يديه ورجليه اكان يحاول ان يثبت لهم انه قام من الموت وانه روح بل كان يحاول ان يثبت انه ليس روحا اي انه لم يقم من الموت والايتان التاليتان في كتاب لوقا الاصحاح الرابع والعشرين الايتين واحد واربعين واثنين واربعين تقولان وبينما هم غير مصدقين من الفرح اعتقدوا انه كان ميتا وهم الان سعداء ان سيدهم ومعلمهم على قيد الحياه وانه امامهم بلحمه ودمه فسعدوا فقال لهم المسيح مؤكدا على انه لم يمت اعندكم هاهنا طعام فناولوه جزءا من سمك مشوي وشيئا من شهد عسل فاخذ واكل امامهم ليثبت ماذا اليثبت انه قام من الموت اليثبت انه روح بل ليثبت انه جسد بشري فاكل ومضغ الطعام امامهم اكل السمك المشوي والعسل ليبرهن لهم انه لم يمت ولم يقم من الموت وانه ليس روح بل لحم وعظم اي جسد بشري اذا لم يقم المسيح من الموت يعني انه لم يصلب وهذا يعني ان المسيحيه كلها تهدمت هل تذكرون قصة مريم المجدلية عندما ذهبت إلى قبر المسيح عليه السلام في ثالث يوم ورد في إنجيل يوحنا الأصحاح العشرين آية رقم واحد وفي إنجيل مرقس الأصحاح السادس عشر آية رقم اثنين أنه كان أول يوم في الأسبوع أي يوم الأحد فيوم السبت هو أول الأسبوع لليهود. أما الأحد فكان أول يوم بالأسبوع وفيه ذهبت مريم المجدلية إلى قبر المسيح لماذا ذهبت مريم المجدلية إلى قبر المسيح بعد قتله المزعوم بثلاثة أيام لماذا ذهبت الإجابة واردة في آية سابقة في إنجيل مرقس الإصحاح السادس عشر رقم واحد أن مريم المجدلية ذهبت لتدهن المسيح بالزيت والكلمه العبريه المستخدمه هي مسح وتعني دلكا او دهنا ومن نفس الجذر يمكننا اشتقاق كلمه المسيح التي تعني الشخص الممسوح بالزيت وهي باليونانيه كريستوس التي اشتقت منها كلمه المسيح الممسوح بالزيت انا اسالكم الان هل يمسح اليهود جسد الموتى بالزيت بعد مضي ثلاثة أيام؟ هل سمعتم بذلك من قبل؟ بالطبع لا. هل يمسح المسيحيون جسد الموتى بالزيت بعد ثلاثة أيام؟ بالطبع لا. هل يمسح المسلمون جسد الموتى بالزيت بعد ثلاثة أيام؟ بالطبع لا. إذا فلماذا ذهبت للقبر لتمسح جسد المسيح بالزيت؟ بعد ثلاثة أيام من من وفاته المزعومة، إذا لماذا ذهبت للقبر لتمسح جسد المسيح بالزي؟ بعد ثلاثة أيام من وفاته المزعومة، أتعرفون لماذا؟ لأنها كانت الوحيدة التي قامت هي ويوسف الرامي ونيقوديوموس بغسل جسد المسيح قبل الدفن، وعندما أنزل جسده من على الصليب. ربما رأت بعض الحياة فيه لكنها بالطبع لم تكن لتقول إنه حي وإلا كانوا سيحاولون قتله ثانية فبعد أن رأت مريم المجدلية دلائل الحياة في جسد المسيح الضعيف عادت ثالث يوم لتبحث عن المسيح الحي ورد في إنجيل يوحنا الإصحاح العشرين رقم واحد وإنجيل مرقس الإصحاح ستة عشر رقم أربعة أنها وجدت الحجر قد دحرج والأكفان موضوعة في كومة وسؤالنا الآن لماذا تدحرج الحجر ووضعت الأكفان في أحد الجوانب لو أن المسيح قام من الموت وتحول إلى روح فهل تحتاج الروح إلى دحرجة حجر القبر لتخرج لو أنه روح لما وقفت الأبواب أو الأحجار حاجزا في طريقه فلماذا إذا تحرك الحجر وإذا أرادت الروح الحركة فهل يحب وإذا أرادت الروح الحركة فهل يجب عليها فك الأكفان إذا إن هذا ليس ضروريا لكن إذا كان بشرا فلا بد من تحريك الحجر الذي يسد مدخل القبر ليتمكن من الخروج ولا بد من فك الأكفان مما يثبت ان المسيح الذي خرج من القبر كان ادميا والقبر كان ملكيه خاصه لحواريه يوسف الرامي الذي كان يهوديا ثريا وذا نفوذ كان قد حفر قبرا كبيرا واسعا ربما لنفسه حيث وضع المسيح عليه السلام ويخبرنا جيم بيشوب وليس الكتاب المقدس أن القبر كان فسيحا يبلغ عرضه خمسة أقدام وارتفاعه سبعة أقدام وطوله خمسة عشر قدما للداخل لماذا يحتاج المرء إلى قبر فسيح حتى إذا أراد أحدهم مساعدة حتى إذا أراد أحدهم مساعدة شخص ما يكون ذلك بسهولة حتى اذا اراد احدهم مساعده شخص ما يكون ذلك بسهوله تكون الغرف صغيره في مومباي فشقه مساحتها نحو خمسه وسبعين قدما مربعه تعتبر كبيره في بومباي يعيش فيها خمسه الى سته اشخاص فبومباي احدى اكثر المدن غلاء في العالم فتجد اربع الى خمس اشخاص يعيشون في خمسه وسبعين قدما مربعه فمساحه القبر كبيره اذا اراد يوسف الرامي مساعده شخص ما لكن لماذا قد يريد مساعده روح فالارواح لا تحتاج الى مساعده لكن الواقع انه اراد مساعده ادمي كذلك اذا قراتم في كتاب يوحنا الإصحاح العشرين رقم خمسة عشر فستجدون أن المسيح رأى مريم المجدلية وهو على الأرض اليابسة وليس من السماء رآها وهي رأته وسألها يا مريم لماذا تبكين؟ من تطلبين؟ رآها وهي رأته وسألها يا امرأة لماذا تبكين؟ من تطلبين؟ يعرف جيدا السبب ولكنه سألها فقالت: فظنت تلك انه البستاني، فقالت له: يا سيد ان كنت انت قد حملته فقل لي اين وضعته وانا اخذه. دعوني اسالكم لماذا حسبت مريم المجدليه ان المسيح عليه السلام هو البستاني؟ هل يبدو جسد الشخص بعد القيام من الموت كجسد البستاني؟ بالطبع لا، اذا لماذا افترضت؟ بالطبع لا. إذا لماذا افترضت مريم أن المسيح هو البستاني والسبب أنه كان متخفيا في هيئة بستاني لماذا قد يتخفى روح في هيئة بستاني كان المسيح عيسى متخفيا في هيئة بستاني لأنه كان خائفا من اليهود في حين لا ينبغي للروح أن تخاف من اليهود لماذا ورد في الرسالة إلى العبرانيين الإصحاح التاسع رقم سبعة وعشرون وضع للناس أن يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينانون وضع للناس أن يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة قال المسيح عليه السلام في إنجيل لوقا الإصحاح العشرين رقم ستة وثلاثين إذ لا يستطيعون أن يموتوا أيضا أي أنك إذا أصبحت روحا فلا داعي أن تخاف أحدا فلن يستطيع أحد أن يؤذيك ولن تموت مرة ثانية، إذا إذا كان روحا فلماذا تخفى؟ لماذا كان خائفا؟ لماذا اختبأ؟ لماذا كان يهرب من اليهود؟ كل هذا يثبت أنه لم يكن روحا بل كان بشرا حيا، ونادى مريم باسمها قائلا يا مريم وكان هذا كافيا لها لتتعرف على معلمها وسيدها. فكل شخص له طريقته الخاصه في نداء من يحب